السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد خاص بثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج الخاص بنجوم أسبوع الجديد المتكون من هالاند، لوتارو مارتينيز، مايكل كروز، وأكونا، بيراردي، بوين، وإريك غارسيا. يعني هؤلاء اللاعبين هم النسخ الأسطورية داخل هذا الباكج، سوف تحصلون على أحدها من هذه الثغرة. أول خطوة هي الدخول عند أكونا مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء يا أخي الكريم عند لوتارو مارتينيز، ثم شمايكل مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء سوف نقوم به عند بيراردي، بعدها ثلاث مرات دون الإطلاع على إحصائيات كروز، نفس الشيء عند هالاند يا أخواني الكرام، ثم مباشرة سوف نقوم بالخروج واللف بمئة كوينز كما ترون يا أخواني الكرام، أو من اللف المجاني. سوف نرى حظوظنا داخل هذا الباكج إن شاء الله، وهل الثغرة شغالة أم لا؟ نحن الدور الإيطالي، إن شاء الله سوف نحصل على لوتارو مارتينيز، كما ترون إخواني الكرام لوتارو مارتينيز مضمون إن شاء الله، يعني سوف تحصلون بها على أقوى لاعب هذا الباكج بما لا يكون من نصيبكم كذلك يا إخواني الكرام. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.